في القاهرة التي ترأس حالياً دورة منظمة دول العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم، جرت فعاليات إطلاق عام الشباب بحضور ومشاركة شباب 54 دولة، ناقشوا جميعاً على أرض مصر مستقبلهم ومستقبل بلادهم. منذ استضافة المؤتمر العام 14 لمنظمة الأساسكو في جمهورية مصر العربية باستضافة كريمة وبحضور وبتشريف من فخامة الرئيس السيسي، كان هناك العديد من الأنشطة التي تم إطلاقها خلال فترة الرئاسة والتي دائما تمتد لمدة 4 سنوات. طبعا أولها تم إطلاق القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي، ومن خلال هذا البرنامج كان هناك العديد من الأنشطة التي تمت في جمهورية مصر العربية في القاهرة، والحقيقة لم تكن محدودة فقط على القاهرة وإنما العديد من المحافظات، وكان هناك أيضا العديد من الأنشطة التي تم تنسيقها مع الدول الأعضاء للمشاركة في تلك الاحتفاليات الخاصة بالثقافة في العالم الإسلامي. بالإضافة إلى ذلك تم إعداد صندوق لرعاية الموهوبين، وده كان بناء على توجيهات فخامة الرئيس في من خلال حضوره لإطلاق المؤتمر العام، واللي كانت من أهم توجيهاته إعطاء 100 منحة لشباب العالم الإسلامي مجانية في جامعات المصرية. الحقيقة اختيار مصر لإطلاق عام شباب العالم الإسلامي له مدلول كبير جدا. الحقيقة يعني البداية بدأت من اهتمام فخامة الرئيس نفسه، لأنه في إطار عمل المنظمة وفي إطار نطاق عملها هناك مجالات عديدة، وهي تعد القوى الناعمة لأي حضارة: التربية والثقافة والعلوم والاتصال. وبالتالي في كلمة ومدخلة فخامة الرئيس هو ركز بشكل كبير جدا على التعليم كممكن أساسي لقاطرة التنمية في دول العالم الإسلامي. والحقيقة هو في طرحه كان بيركز على نوع معين من التعليم، التعليم التحولي أو التعليم المبتكر، وكان بيحاول يلاقي آلية نستطيع بها العالم الإسلامي تقديم نوع جديد من التعليم له من الجودة والكفاءة. وبالتالي كان الابتكار ودعم الموهوبين ودعم المبدعين في العالم الإسلامي هو النقطة الأساسية في مدخلته في المؤتمر العام. بالإضافة إلى ذلك من خلال نداء العالم الإسلامي لإنشاء صندوق يدعم الموهوبين، وبالتالي كان من الأقدر ومن المنطقي جدا أن عندما يتم اختيار عام يكون مكرسا للشباب في العالم الإسلامي يكون الانطلاقة منه من مصر وتحت رعاية فخامة الرئيس السيسي. أنا الحمد لله منذ 13 سنة أنا في مصر، تعودت كأن مصر أصبح كبلد ثاني. في هذه السنة أنا أول مرة أشارك في هذه البرنامج، الحمد لله هذا جيد جدا. أنا ونحن تبادلنا الأفكار مع أشخاص مختلفين ومع الذين جاءوا من بلاد شاسعة ومختلفة، وأنا أخذت أفكارا جميلة جدا، يعني خاصة في عن تكنولوجي IT تكنولوجي ومشاكل الناس الذين ذهبوا إلى بلاد غير بلادهم بسبب الشغل، وكيف وما الحل وكيف نحل هذا المشاكل. الحمد لله هذا جيد جدا. الصراحة أنا جدا سعيد بزيارتي لمصر، هذه الزيارة الأولى لي في مصر، وسعيد جدا بالفرصة اللي أتاحت لي وقدمتها لنا الأساسكو كوننا شباب نمثل العالم العربي. والأجمل من هذا كله أنه كانت في مصر أم الدنيا، أحد أكبر الدول العربية واللي لعبت دور مهم جدا في تاريخ العالم الإسلامي والحراك الإسلامي والدول العربية بشكل عام. أقدر هذه المبادرة اللي قدمت لنا، و جدا سعيد بتواجدي مع الوفد السعودي وحضوري لهذا الكونفرنس اللي هو المؤتمر اللي حيكون محاكاة للمجلس التنفيذي اللي سيقام في المملكة العربية السعودية بخصوص العام الشباب للأساسكو. الصراحة الفائدة الأكبر كانت التعرف على التنوع الكبير من المشاركين والدول المشاركة، الشخصيات المختلفة، العلاقات المختلفة، الثقافات المختلفة، هذا كان أكثر فائدة أضيفت لي الصراحة. والمواضيع اللي طرحت أنا جدا سعيد فيها كوني أنا جدا مهتم في البيئة، فكان في طرح للتغير المناخي وقضايا البيئة ودور الشباب الإسلامي في محاربة هذه الأشياء وكمان في تمثيل العالم الإسلامي عالميا
في الدورة الاستدامة والتنمية المستدامة. حقيقة أن فكرة استضافة مصر لعام الشباب هي من أفضل الأفكار لهذا العام، لما لها من جهود حثيثة وعظيمة جدا في دعم جهود الشباب. طبعا الإقامة كانت جدا ممتازة، مستمتعين طبعا بمصر وبأهل مصر، وأيضا بالأماكن والرحلات اللي رحناها، أيضا من خلال الورش المصاحبة للمؤتمر استفدنا كثير من المعلومات من خلال التواصل عند الناس من مختلف الشعوب ومن مختلف أنحاء العالم الإسلامي.